زميلكم بيسأل يا شباب إنه أنا يعني كيف بدي أدخل بيانات جديدة أو زهرة أنا صادفتها في الطريق وأخذت القياسات تبعتها، بدي أدخل القياسات هذه وبدي أشوف إيش التصنيف تبعها. تمام؟ فهذا الكلام إنه إحنا إيش ممكن نسوي؟ ممكن نعمل سجل جديد. تمام؟ فبالتالي بنروح نعمل data frame أو df بتساوي bd، وبتكتب نفس أسماء الاتريبيوتس هدول. هاي بدي أعمل لك هنا new data بتساوي عبارة عن dictionary بهذا الشكل، واحكي انه هذا الكي الفاليو تبعته قديش. وهذا الكي الفاليو تبعته قديش. كيف؟ لازم تكون ليست، حتى لو كان عنصر واحد لازم يكون في ليست. وهذا انت قول لي ايش الزهرة اللي صادفتها في طريقك؟ قديش طول السبلة؟ مليني. خمسة. والعرض؟ عرض مش طول، شغلة صغيرة يعني 1.2 يعني. والبتلة طول 4 3 بوينت قديش؟ بدنا شغلة فلوتس 3.5. والعرض 1.2، لا 1.2 حطيناها 0.7. اوكي، بحكي له هنا انه الداتا بتساوي نيو داتا. تمام؟ الآن بروح جهزت البيانات تبعتي هنا في داتا فريم. أنا عملت إنه البيانات هذه إنه عبارة عن صف واحد، هي شوف لي إياها. صف واحد. ممكن تحط أكثر من صف إنه أنت صادفت ثلاث أزهار، خمس أزهار، قد ما بدك. تمام؟ هذه أنا بدي أعملها بريدكشن. فبروح أوريدي دربت، هيو عملت أوريدي عملت فيت. أنا بكمل على الإكزامبل. بالضبط. فالآن بروح باخذ الموديل dt.predict لهذا الدياف الجديد. لا نيو داتا، وسميته هنا نيو دياف عشان ريدبل اكثر. ماشي تمام. وهنا نيو دياف ايش حكى لك؟ ادى لك بريدكشن ولا فيرسي كلر. تمام؟ لو احنا بنشتغل على صور بتروح بتقول له ايش المسار تبع الصوره الجديده، وخد اعمل لي تصنيف لهذه كات ولا دوك. حنسوي هذا الكلام. لازم يقول لك انه واحده من الثلاثه. اه طبعا. هي طلع لي واحده، الكلاس ليبل واحد. ماشي، لو هي مش زي ولا واحده فيهم. لازم يطلع لك، لا لازم يطلع لك موديل، يطلع لك واحدة فيهم. لقيت الموضوع انه والله اللي طلعوا هذا صح ولا غلط، هذا موضوع ثاني، موضوع ايفالويشن وفاليديشن. تمام، لكن هو بيروح بيطلع لك بناء على ما تدرب صح غلط، ملوش دعوه. لازم يطلع لك من الثلاثه تارجت اللي هو اتعلم عليه. تمام، هو ما بيعرفش غير الثلاثه تارجتس هذول. يعني مستحيل انه انت تقول له انت في عندك ثلاث انواع ازهار تدرب عليهم، سيتوسا وفيرسي كلر وفيرجينيكا، تروح تدي له قياسات ثانيه مختلفه خالص، يروح يقول لك سياره. من وين جاب العلم هذا؟ ما تعلمش عليه. لا ما فيش القدره هذه الا اذا انت بدك تدخل في ديتيلز في بعض الالجوريثمز. ممكن انه انت تتعرض لمفهوم السيرتينيتي، انه هو قديش سيرتين من هذا الكلاس. انا والله فيرسي كلر اه مظبوط، وبروح بيطلع لك سكور انه بنسبة 90%. نسبة 60% بتقول له لا برفضها، لا ما بديش، بدي
اللي انت متاكد منهم فوق ال 65% واطلع فوق. مثلا زي ما كنا نشوف في الاوبجكت ديتكشن انه كان يعلم انه هذا باص متاكد بنسبه 99، هذا بيرسون بنسبه 98، زي هيك تمام.